اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحشتوني يا حبايبي، يا رب تكونوا في احسن حال. جايه لكم النهارده في فيديو جديد. تعالوا النهارده هاخدكم جوله سريعه جدا في شوارع الحرم المكي. الحمد لله، ربنا اراد وربنا اكرمني الحمد لله، ونلت شرف زياره بيت الله الحرام انا وماما وبابا. ربنا يا رب يحفظهم لي من كل سوء يا رب، وييسر لي الامر ان شاء الله ويصلح لي الحال. كانت هنا اول مره انزل لوحدي، نازلين انا وماما يعني نصلي الظهر في الحرم، والحمد لله كانت الحمد لله رحله موفقه، وربنا يا رب يحفظ فيروز كانت معايا. عايزه اقول لكم المكان رائع غير التصوير، يعني الحمد لله الحمد لله ربنا ادانا شرف الزيارة. ربنا يا رب يزيد هذا البيت يا رب ان شاء الله تعظيما وتشريفا. اشترينا هنا في طريقنا للحرم اكل الحمام، والحمام هناك سبحان الله سبحان الله في الحرم النبوي والمكي بيرحب بالناس اللي رايحة تزور. طبعا سبحان الله كانت فيروزة مبسوطة وفرحانة خالص. اشترينا هنا علشان على روح اخويا احمد الله يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه يا رب. فهنا كان الشمس اهو شايفين وقت الظهر. المسجد الحرم المكي طبعا كذا باب، فابواب كتيرة خالص. كنا بندخل من باب ايه هنا، الباب ملك فهد. بسجل لكم الفيديو في وقت الفجر، فيمكن سامعين صوت الديك اللي دايما بيأنسني في كل فيديوهاتي كانت على القناة السابقة. عايزة اقول لكم بمجرد ما بتشوفوا الكعبة بتشوفوا احساس تاني خالص، بتفصلوا عن العالم اللي بره وعن البلد وعن المكان اللي انت جاية منه وعن الناس، واي حاجة بتتمحي من دماغك. تفتكريش غير اللي ربنا رايد انك تدعي بيه قدام الكعبة. الحمد لله الحمد لله ربنا ادانا شرف الزيارة، يا رب ان شاء الله يتقبل دعائي. وسلمت على الحبيب عليه الصلاة والسلام لكل حبايبي اللي وصوني. وهنا كانت يعني من اطهر مكان على وجه الكرة الارضية، ربنا اكرمني ودعيت لكل حبايبي واخواتي. ربنا يا رب يجعل الدعاء من نصيبكم ان شاء الله.